إذا السلام عليكم مشاهدينا متابعي قناة شو تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد. كما قلتوا في العنوان، احنا الآن كنتواجدوا في المدينة القديمة ديال مدينة الدار البيضاء، في أحد الأسواق اللي كتبيع الخضر والفواكه ومجموعة من المواد الغذائية. احنا الآن كنحاولوا نديروا جولة كما قلتوا في العنوان، فمجموعة من الناس ما بقاوش كيرتديوا الكمامات في مدينة الدار البيضاء، يعني تقدروا تفاعلوا معنا انتم ايضا مشاهدينا وتقولوا لنا واش باقي الناس في المدينة ديالكم تيستعملوا الكمامات ولا تاهما تيجيهم الصهد، ولا حيت كما شفنا هنا مجموعة من الناس ما مرتدينهمش. بغينا التفاعل ديالكم مشاهدينا وتقولوا لنا كي دايرين مع هاد الصهد وكي داير الاجواء في المدينة ديالكم. نشوفوا مجموعة من الناس، بغينا التفاعل ديالكم وتقولوا لنا اين مدينة كتواجدوا، كي دايره الاجواء، واش الناس باقيين ملتزمين بالشروط ولا معظمهم ما بقاش كيدير الكمامة والتعقيم. يعني تجربتكم الخاصة، شنو كتشوفوا، شنو بان لكم. السلام عليكم. يعني ما نعموش، ماشي كلشي ما دايرش، ولكن مجموعه منهم اللي ما دايرينش كما كنا في السوق كما شفتوا. انتما كما كتشاهدوا مشاهدينا،